أكد المبرة أنه فوزه على الأنصار بالأسبوع الماضي ما كان صدفة، وواصل صحوته بالوقت المناسب بانتصاره الثاني على التوالي، وهالمرة على شباب الساحل 1-0 بالمباراة اللي جمعتهم على ملعب العهد. مستوى متدني شهدته المباراة وأداء سيء من الطرفين، وهالأمر شكل ملل وعدم رضا من الحضور القليل يلي تابع اللقاء. الشوط الأول كان الساحل الطرف الأفضل ولو بشكل نسبي، مع تألق واضح للحارس محمد شكر أمام الكرات العرضية. بالشوط الثاني فاجأ المبرة ضيفه وافتتح التسجيل بواسطة حسن علوية بعد تمريرة من البرازيلي جابرييل روزا، وأكاد الضيوف يعززوا تقدمهم عبر وسام مصار، لكن تسديدته بين يدي الحارس عباس شيد. الساحل فشل للأسبوع الثاني بتحقيق الفوز، وبالتالي أنهى مرحلة الذهاب برصيد 17 نقطة. أما المبرة فعودة الروح والتركيز للاعبين بقيادة المدير الفني فؤاد سعد كانت بوقتها، خصوصا أنه الفريق بإمكانه يعزز صفوفه بأجانب مستواهم أفضل من الموجودين.